ازيكم يا صحابي؟ وحشتوني، صلوا بقى على النبي. النهارده يا جدعان، قبل ما ابدا بس فكره الفيديو، عايز اقول لكم يا جدعان على ثلاث حاجات. اول حاجه طبعا عايز نوصل الفيديو 2000 لايك يا جدعان، بعد اذنكم 2000 لايك. انا مفيش مره قلت 2000 لايك يا جدعان غير مره واحده اللي عملتوها، وبعد كده يا جدعان مش راضيين توصلوا 2000 لايك يا جدعان. حتى التحدي اللي عملته لكم بتاع ال 5000 لايك، وهختار واحد عشوائي من الكومنتات اطور له حسابه، برده ما عملتلوش. فبس ما علينا احنا دلوقتي يا جدعان، احنا اولاد النهارده. النهارده يا جدعان عايز نوصل 2000 لايك، قشطه. ثاني حاجه، احنا خلاص يا جدعان 32000 مشترك، مفيش حد يا جدعان تقريبا 3 ارباع اللي اتفرج عليا دلوقتي مش عاملين سبسكرايب. يعني بعد اذنكم عايزين نوصل يا جدعان 50000. ثالث حاجه بقى، ودي الاهم، ان انتوا قعدتوا تقولوا لي اطلع بس كورسان، اطلع بس كورسان، اطلع لايف كورسان، اطلع لايف كورسان، اطلع لايف سب الجايز كورسان، اطلع لايف. انا قررت يا جدعان اطلع لايف، بس مش هطلع لايف هنا، انا هطلع لايف على تويتش. لايف على تويتش، تمام؟ اللي ما يعرفش تويتش يا جدعان، لينك الحساب بتاعي على تويتش هتلاقيه تحت في الوصف بتاع الفيديو. خش دلوقتي، لو انت مش عامل حساب على تويتش سهل جدا، بجيميل واسمه وبتاع سهل جدا تعمل حساب. في دقيقه، في دقيقه، في ثواني هتعمل حساب. بعد ما تعمل حساب خش على الحساب بتاعي على تويتش، هتلاقي كورسان 2N او اللينك بتاعي في الوصف بتاع الفيديو، هيدخلك على الحساب بتاعي على طول. اعمل سبسكرايب هناك وفعل زر الجرس هناك برده، وهطلع لايف يا جدعان اول ما نوصل 20000 مشترك على تويتش. سهله جدا يا جدعان، سهله جدا. لو كل واحد يعمل الفيديو ده يا جدعان، لو 10000 اتفرجوا على الفيديو ده، 10000 دول عملوا سبسكرايب، خلاص احنا مثلا عشان 10000 مشترك. شفت يا جدعان سهله جدا، نوصلها في يوم، والله العظيم نوصلها في يوم يا جدعان. انتوا تقدروا توصلوني في يوم، تمام؟ غير كده يا جدعان، انا قررت ان انا اول لايف هطلعه على تويتش بعد ال 20000 مشترك، اول ما اوصل 20000 مشترك هوزع 20 استامبل بس. 20 استامبل بس يا جدعان، اول ما اوصل 20000 مشترك على تويتش، اول لايف هعمله هيبقى هوزع فيه 20 استامبل بس. فلو انت عايز تكسب استامبل بس، انزل يا باشا دلوقتي، وقف الفيديو، انزل تلاقي لينك تويتش، اول لينك تحت هيقابلك على طول، اتك على اللينك هيدخلك على تويتش على الحساب بتاعي، اعمل سبسكرايب وبس كده، بس كده يا معلم. وارجع تاني للفيديو عشان الفيديو بتاعنا دمار. بص بقى، طبعا يا جدعان زي ما انتم شايفين كده فوق مكتوب ايه، نسخه 0042، دي النسخه الجديده يا جدعان، دي نسخه البيتا. دي هوريك دلوقتي التسريبات اللي هتنزل، الحاجات اللي هتنزل كمان 3 ايام في السيزون الجديد، في الابديت الجديد بتاع استنبل جايز. قشطه، تعالوا بقى اول حاجه نشوفها، تعالوا نشوف ايه السكنات الجديده. اول حاجه نبداها كده بالسكنات الجديده، ليجندير على طول. بسم الله، 1 2 3 4. اه ده سوبر، ايه ده سوبر جيرل. اوه دي النسخه البنت بتاع سوبر مان اهو. بصوا ايه ده، بصوا يا جدعان حاطين له هنا 6 باكس، واخدين بالكم؟ وهنا السوبر جيرل، بصوا حاطينها قصيره، عاملينها قصيره ومش حاطين 6 باكس. شفتوا يا جدعان اللعبه يا جدعان هي اللي بتعنصر دي، ده عنصريه من اللعبه مش مني. لو عليا هحط لكم 12 باكس البنات، انا ماليش دعوه، اعملوا لايك، انا ماليش دعوه اللعبه اللي بتعمل، هو حد يعمل ديسلايك وهزعل، هزعل والله. هو انا ماليش دعوه، انا بدعم المراه، انا بدعم المراه والرجل برضه عشان ما حدش يزعل. ماشي، ما علينا. تعالوا بقى نشوف اذا في سكنات ثانيه ولا لا. هنا مفيش، هنا مفي، ايه ده؟ مستر انفيزيبل؟ لا لا لا، ده سكن نوب، ده انوب سكن في اللعبه يا جدعان. بصوا ده العادي، فين؟ بصوا الليجندري، شالوا له البتاع، اه مختفي، مستر مختفي. ده حلو ده يا جدعان، حاطين ليجندري. بصوا نضاره وبتاع، ده يا ابن اللعيبه، ده الفيلم بتاع ماسك بتاع جيم كيري، والله حلو، حلو جدا، عايش. ماشي، مفيش سكنات تانيه ليجندري. تعال نشوف الايبك، 1 2. اوه مصارع اسمه ايه؟ لوتشادور. يا نهار ابيض، ده مصارع اسباني صرف، ده عايز طور ده يا جدعان. ده بصوا انا نفسي، لا لا انا حبيت السكن ده. ده السكن ده يا جدعان، تخيلوا السكن ده العب بيه في المايه بتاعت الصراصير، لو ايه يا نهار، ده هيبقى متعه، ضحك ضحك للصبح. لا انا لازم اجيب السكن ده لما ينزل يا جدعان. نعمل تفتيح باكجات ولا ايه؟ اول ما السكن ده ينزل نعمل تفتيح باكجات، ولا ده هينزل في السيزون ده، ولا هينزل في ايه؟ طب مفيش سكنات تاني؟ مفيش سكنات تاني، ما علينا. هنا مفيش، هنا فيه، 1 2 3. طبعا القلب معروف. اه ده مش عادي، ده كارت احمر. اوه ده كارت احمر نمبر 1 ده. لا لا لا، ده كارت اه كاس العالم يا جدعان، كاس العالم داخل، ده كارت احمر، وده اللي هي بتاع بيشجعوه في التنس، دي بيلبسوها اللي هو من الناس اللي بتشجع التنس، ودي بتاعت الكوره، دي كوره، اه كوره، ايه كوره بتعيط، ودي كاس العالم يا جدعان، ده تحديث كاس العالم. انا فهمت دلوقتي. طب ده قشطه جدا، حلو قوي الحوار ده، ده حلو قوي الحوار ده يا جدعان. حاطين نصه كارت احمر بقى، اللي يشوفه تديله كارت احمر كده يطلع بره عليه. تخيل يا جدعان، اقولك على حاجه، الكارت الاحمر ده استخدمه ازاي؟ تخيلوا كده، انت واحد معاك شلوط او بوكس او قلب او ايا كان، معاك بوكس، وواحد مثلا بتلعب بلوك داش، وواحد مثلا جنب الولعه، تقوم اديله الكارت الاحمر وهوبا تديله البوكس، يا لهوي، ويقوم ميت، يا لهوي يا جدعان. صج لايك، بصوا يقفل اللعبه بعدها. انا لو حصلت معايا الحركه دي هقفل، احذف اللعبه، اعتزل الاستنبل جايز اصلا. ما علينا، تعالى نشوف يا عم في حاجه تانية جديده ولا لا. ايه ده؟ ده جديد ده؟ ده جديد ده صح؟ ما شفتوش قبل كده. وده؟ ده جديد ده يا جدعان؟ مش فاكر، انا تقريبا الحاجات دي ما بشوفهاش فما بركزش فيها. اوه ايوه بقى، ايه ده؟ اه ده بيضحك، ده بيضحك، استنى كده، هات تاني، بيعمل كده، بيشاور بيضحك. ماشي ما علينا. اوبا على الجمال، ايه ده يا جدعان؟ رقصه، رقصه، انا يا لو في مكان كنت قمت عملتها.
ايه ده بص ايوه بقى الرقصه حلوه قوي الرقصه دي، شفتها فين قبل كده؟ شفتها كتير قوي بس ما علينا ما علينا. ايوه بقى ايوه بقى الرقصه بقى يا لعيب جامد عاش اسطنبل. استنى الرقصه دي عامله كده، لا 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 يا ابن اللعيبه. طب ليه كده بقى؟ ليه كده بقى؟ يا لهوي يا لهوي على الضحك، بص يا عم الضحك بص الضحك. ازاي هتجيب رزقها؟ ماشي ما علينا. بص بص يا جدعان تعالى نشوف بقى السكات الجديده هنا. ماشي ده جديد ده صح؟ تقريبا ده جديد مش فاكر دي، لا ده مش جديد. اوبا يا لا 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 حلوه دي، دي رقصه جديده دي، دي جديده دي جديده دي جديده دي بقى اكيد. ماشي تعالى نشوف اللي بعدها. مايكل جاكسون مون ووك، المون ووك يا جدعان يا لهوي. مايكل نزلوا سكين رقصة مايكل جاكسون هنا في ستامب يعني، والله العظيم الرقصة دي يا جدعان فاضل الله السكين بتاع مايكل جاكسون. لو اللبسة بس نزلوا اللبسة فيها جوانتي، جوانتي لابس جوانتي ابيض هنا في ايدينه الاثنين واخدين بالكم، ولابس اللبس بتاع مايكل جاكسون بقى والطاقية، يا لهوي يا جدعان علي النعمة. انا ادفع له لأي مبلغ بس اجيبه. انا يا جدعان مايكل جاكسون بالنسبة لي توب 1 توب 1 معروفة. ماشي ايه ده سيلفي، باخد سيلفي، ده سيلفي بنات، ده السكن ده الايموت ده للبنات، الانيميشن ده للبنات. وش ما علينا فايتنج. ايوه بقى ايوه بقى لا 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 استنى استنى هيعملها تاني، استنى هيعملها تاني كده. بص 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 جامده دي، لا دي جامده دي جامده دي هناخدها دي صح، دي الحاجات دي اكيد في الاسطنبل بس، يا رب تكون الحاجات دي في الاسطنبل بس. تعال نشوف اللي بعدها. احترام 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 يا جدعان، تحترم المنافس تحترم المنافس. ماشي ما علينا. اوبا لما دي شو انا انا بنفعل على اي حاجه. طب ما دي لسه شايفها. ماشي لا 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 رقصه محمد ابو تريكه، دي رقصه ابو تريكه، ابو تريكه في كاس افريقيا 2006 والجون وماتش الاهلي والترجي التونسي ما خسر ما كسبنا 1-0، مع احترامي للترجي التونسي واحترامي اي تونسي بيلعب كده كده يعني قشطه يعني ماشي بلا تعصب يا جدعان، احنا اخوات كده كده. بس يا جدعان ده الجون اللي جابه لما جابه في الدقيقه مش عارف حاجه و90 تقريبا، لما كان ضربه مرمى من على الخط وعملها واحتفل بالبدا، ولا دي كان تعاطفا مع غزه مش فاكر. بس ما علينا دي رقصه ابو تريكه. بس انا بالنسبه لي لا مش دي، مون ووك يا باشا، مون ووك تكسب مع احترامي محمد 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 ابو تريكه، مع احترامي ليه بس دي الرقصه دي تكسب. تعالوا نشوف بقى الايه الحاجات الجديده، الحاجات الجديده هنا ايه. اوه كوره، اوبا ده تحديث كاس العالم يعني، ده تحديث كاس العالم، كاس العالم خلاص فاضل له كام يوم تقريبا 3 اسابيع ويبتدي، فده تحديث كاس العالم ده. وش وش ودي تقريبا جديده بينقط كاسات وهو بيجري يا عيني. ده انا يا جدعان، ده انا لما اوصل الاول على مصر، ده مصر لما ان شاء الله اوصل الاول على مصر ده هعمل هلبس هعمل بتاع دي ليه؟ لان راجل هيبقى عندي 8 9 10000 كاس، فعادي انقط كاسات وانا بمشي عادي جدا. ماشي شفنا الحاجات اللي هنا، تعالى بقى نشوف الاسطنبل باس. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه اول سكن صحيح، خلاص هم غيروا النظام بقى، اول سكن بيبقى مضمون، اول سكن يعني هاخده هيبقى المصارع بس. عرفت يا جدعان هعمل ايه؟ عرفنا يا جدعان ده الفيديو الجاي هيبقى ايه؟ الفيديو الجاي بعد الصنبل بس مش حلو يعني، هيبقى ايه؟ قشطه جدا. هناخد انيميشن اهو، بصوا واحد انيميشن هناخده تمام، وفوت ستيب. ايه ده؟ فوت ستيب ده جديد؟ لا ولا مش جديد ده؟ مش عارف بس ماشي معني. هناخد اهو اتنين اتنين، ايه تاني؟ اتنين ها في هنا 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 الايموجي اهو الجميل ده اللي هو بيقعد بيرقص كده ماشي ماشي. ده هنا اهو وده هنا اهو برضه، هناخد ده وده حلو برضه، ده اللي هو اللي بيعمل كده تقريبا، ده بيقعد يعمل كده. الليجندري السكين ده هناخده. اوبا طب السوبر جيرل فين بقى؟ السوبر جيرل هينزل في الباكجات والقلب طبعا طبعا يعني. بص يا جدعان الاسامبل بس ده يا جدعان، الاسامبل التحديث ده اول ما ينزل هشحنه في ثانيه. بقول لك ايه، هو ينفع اشحنه هنا؟ استنوا كده لا ينفع، استنوا كده استنوا استنوا، في عرض في عرض في شفتوا بقى الحظ، هيخلص كمان 27 دقيقة. طب هيجي عرض مكانه؟ ما انا مشكلة هكون صورته خلاص. طب يا جدعان انا هو مش عارف بس لا 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 مش هشحنه، حتى لو اصلا هشحنه فين؟ ده اكونت بيتا ملوش لازمة ولا هيتسجل، وانا اصلا كده كده لما البيتا الجاية تنزل هيتحذف. لا 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 وحرام اصلا ان انا ادفع فلوس فيه، وانا ممكن انتوا اولى يا جدعان بالحوار ده. بصوا يا جدعان عايز اشحن الاسطنبل بس ده، عايز القلب، عايز الاسكان دي والحاجات الجميله دي ورقصه محمد ابو تريكه والرقصه دي، سهله جدا. تنزل تحت دلوقتي اشترك في تويتش عشان هوزع 20 اسطنبل بس او نوصل 20000 بايديكوا يا جدعان. انا رميت الكوره في ملعبكم، ده تحس الكوره تحس كاس العالم، انا رميت الكوره في ملعبكم، انتوا دلوقتي شطوها بقى. هنبدا يا جدعان على طول اول لايف هنلعب مع بعض الرومات، وهنشحن ل 20 واحد محظوظين في في الاول لايف. فيا جدعان براحتكم، عايزين تضيعوا الفرصه دي من ايديكم براحتكم تمام. طبعا يا جدعان دي كانت التسريبات او ده كان التحديث بتاع اسطنبل بس صفر
فاصله 42 ده تحس اللي هينزل كمان يومين ثلاثه تقريبا. ده كان كل التحديث. قشطه، شفت السكنات الجديده، شفنا الحاجات دي كلها. تعال بقى يا جدعان نلعب جيم، شوف الدنيا ماشيه ازاي، يمكن يكون في مبات جديده ولا حاجه. يلا بسم الله. انا تقريبا يا جماعه ما اعتقدش تقريبا مفيش سكنات، مفيش قصدي اسمه ايه ده، مفيش اسمه ايه، مفيش مبات جديده، واخدين بالكم؟ لان هو يعني الصب الجايز بطيئه، بطيئه جدا بصراحه. رتم الابديتس بتاعها، التحديثات بتاعها بطيء جدا، اللي هو ما بينزلوش مبات كده بالساهل. يعني هو نزلوها خلاص، نزلوها التحديث اللي فات، الشهر اللي فات، فده معناه بقى ان التحديث الجديد، واخدين بالكم؟ المبا الجديده بقى لو في مبا جديده هينزلوها يبقى بقى بعد شهرين ثلاثه اربعه، فاهمين؟ بس قشطه يعني قشطه. انا مبا تنقشين وجنبي نحله. ايه ده، هو الواد ده مفيش غيرنا والواد ده اللي بنلعب ولا ايه؟ الباقي كلهم بتات ولا حلك مني يلا عشان غشيم، يلا حلك مني يلا عشان غشيم. بقول لك ما تعرفش انت بتلعب الكام على مصر ولا ايه؟ يلا انت ما تعرفش يلا يا نوب، يا اللي بتوع يا نوب تخشى على وانت بتلعب الاول على مصر. يلا انا لسه يا جماعه مش الاول على مصر، بس قريب ان شاء الله هبقى الاول على مصر. يلا يلا وسع بقى كده، وسع على الهادي على الهادي يا جماعه، على الهادي على الهادي. بص 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 فين يا نوب، يا نوب يا معف، ولا باش اشتغل يعني ان شاء الله للتعصب يا جدعان. تعصب ليه؟ بصوا ثغرات يلا، ده انا ده انا بص تعالى لي يلا، تعالى لي يلا، بص يلا ولا باش كان 8 اللي هيخش قشطه يعني. ياه ليه 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 المبا دي يا جدعان ليه وانا مش معايا بوكس؟ يا خساره يا خساره، مش معايا حاجه للاسف، ولا بوكس ولا شلوت ولا اي خنزره. الواد ده الوحيد اللي لاعب. ايه ده ايه ده في يا جدعان؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ في ايه؟ يا مالها برادك كده ليه؟ بس تعالى بس على الواد ده الوحيد يا جدعان اللي بيلعب معايا. المشكله انا ما بحبش المبا دي وانا بلعب محاكي، بلعب محاكي بقى التحكم بص بعد التك كده، واعمل التحكم صعب جدا، التحكم وحش قوي. ماشي خدني يلا معاك هنا يلا، ولا انت لعيب يلا هتقرفني ولا يلا؟ انت لو انت لعيب يلا فانا العب منك، انا العب منك بقول لك. انا انت بتلعب يلا الاول على العالم يلا، انت بتلعب الاول على مصر ان شاء الله بدون مقاطعه يعني، ان شاء الله يعني الاول على مصر القادم. وسع على وسع، شوف 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 شو. شوف 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 شوف، مش هينفع نطلع هنا، مش هينفع نطلع هنا ولا هنا. شيت بلعنا 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 كده بلعنا. هو اللي كسب؟ طب هو كسب ازاي بقى؟ طب ليه بقى هو يكسب؟ هو كسب ازاي؟ انا نطيت يعني ازاي بقى؟ مش فاهم مش فاهم انا بصراحه، بس ماشي ماشي ما علينا. حظه حظه والله، بيلعب الاول على مصر كان زمان خدها سكرين شوت. ده بيلعب مع كورسون ووقع، وهو اللي كسب الكورسون اللي وقع. لا 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 بس 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 عندك كده. كانت فين المبا دي يا جدعان الجيم اللي فات؟ كانت دي هي اللي تيجي والله بدل البراكين. يا لهوي ولا ايه ده ايه ده؟ مش ده يا جدعان ولا اللي كان بيلعب معايا الجيم اللي فات وكسب؟ صح هو؟ ده انا هفلقك نصين دلوقتي. انت فرحان يلا بتجري؟ ماشي 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 يا اخوي ماشي يا اخوي. ده انت هتزعل مني جامد دلوقتي. استنى بس كده شويه المباوت دول يقعوا، يا رب كلهم يقعوا وانا وانت الوحيدين اللي نتفضل، عشان اعلمك الادب. يلا ايه الادب؟ مع انه ما عملش حاجه، ما عملش حاجه يا عم بصراحه، حق الله ما عملش حاجه. هو كسب بعدل وانصاف، بس هو حظ برضه، هو كسب بحظ لان انا بلعب مع المحاكي، هو شكله اكيد بيلعب على الموبايل واخد على الموبايل، وانا لسه مش واخد على اللعب المحاكي. بس ايش ايش احنا ايوه ايوه ما تقعش يلا، استنى استنى يلا ما تقعش يا عم ما تقعش، كان دول كلهم هيقعوا دلوقتي. بس ماشي ما علينا. بس ليزر تعالى لي تعالى لي يلا تعالى لي تعالى لي يا اخويا، تعالى تعالى يلا العم، ولا تعالى عم قرص، تعالى عم قرص ده هيبلعك دلوقتي، هيبلعك. كلها مبات حلوه كده يا جدعان، وسع. عايزين تركيز بقى، عايزين تركيز. بصوا بصوا مش ولا حد بيقع، مش مش عيط يا اخي. استنى انا هضحك انا، انت بيعيط حتى بيقلدني في العياط، بيسرق السلوجان بتاعتي. قشطه قشطه جدا وديك جدا. تعالى لا ولا تعالى يلا تعالى، انا عايزك يلا الدكر يلا اللي يضحك في الاخر. ها الراجل اللي يضحك في الاخر، لما يضحك اخيرا يضحك كثيرا. مش ممكن على الكرسي كده امثال امثال و... ايه ده؟ ايوه انا وانت والشيطان تلتنا. تعالى بقى كده الاخ اللي هناك ده بس يبلع، ابو شعر طويل ده، ابو شعر طويل ده بس يبلع. وسع 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 ايوه 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 تعالى تعالى تعالى، مش عايز اتزنق بس كده يا جدعان. ايوه تعالى يا حب تعالى يا حب، احنا كده تلاته لعيبه اللي بنلعب بس فيهم هم احنا تلاته لعيبه بس الاول على مصر واحد بس، وانتوا عارفين هو مين يا جدعان. الكورس الكورس، وسع بقى كده يا ابن اللعيبه يا كورس يا خنزير يا خرتيت. ما انا وانت وقع ده طبعا يا جدعان،
كده الفيديو بتاع النهارده خلص. لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب على الجرس في كل فيديو جاي. عايزك تكسب ستامبل باس انزل دلوقتي اشترك في الحساب بتاع تويتش عشان نعمل هنعمل جيف اواي على 20 ستامبل باس اونص عشان هو اشترك. شوف كل فيديو جاي.